في اعتقاد كده بسيط من مش هنقول من كل المرضى، لكن من بعض المرضى بيفتكروا ان انا مدام خلاص ماشي مع دكتور وكاتب لي دواء وباخده وانا منتظمه عليه، فهاخد الاكل بقى زي ما انا يعني زي ما انا عايزه، اكل حلو حادق صبح بالليل مش مشكله. مش عارفين يعني ايه اهميه التغذيه لمرضى السكر. للاسف فعلا معظم مرضى السكر فاكرين ان هو خلاص طالما بياخد العلاج يبقى هو خلاص كده في الامان. لا، العلاج الرئيسي اولا هو التنظيم الغذائي، اكلي اولا، ثانيا بقى العلاج التاني. بالعكس، ممكن اكلي يخليني استغنى عن الادويه في حالات معينه من مرضى السكر. يعني صادفني كتير قوي حالات بعد ما انتظمنا بنظام غذائي سليم، كان طبعا عندهم مشكله السمنه، فبداوا ينتظموا على اكل صحي واكل باوقات معينه، استغنوا تماما عن علاج السكر، ما بقوش مرضى سكر. يبقى هم كانوا مرضى سكر بسبب سوء التغذيه. اكيد صح. مع كمان نقص او ما فيش رياضه، ما فيش الحركه المطلوبه. معظم الكومنتس اللي انا بسمعها من الناس، يا دكتور ده انا مش بقعد، ده انا رايحه جايه بودي المدرسه، شغل البيت، بودي للحضانه، ده الدروس طول اليوم بره، انا واقفه على رجلي. ده كله برده ما يمنعش ان انا اعمل رياضه، لازم يكون عندي جزء بعمل فيه رياضه مع اكل صحي متوازن يساعدني ان انا اوصل لحياه صحيه سليمه بدون ادويه. الادويه دي حاجه مساعده للحياه اللي احنا بنمر بيها المضغوطه، لكن فعلا اول شيء ان انا اتعالج بنظام غذائي صحي متوازن. يعني مش اول شيء انا بدور عليه الدواء فانا اكل اللي انا عاوزه، والدواء مع الحركه مع شغل البيت، لان زي ما حضرتك قلتي في ناس بتبقى فاكره ان انا هلكانه في البيت ومن شغل البيت وبعمل حركه، ما انا بحرق سكر. وان انا من حق ان انا واحده هلكانه وكده ان انا ابسط نفسي، ان انا سوري يعني على اللفظ اللي انا بسمعه منهم، يا دكتور من حق ان انا ادلع نفسي، يا دكتور انا تعبانه، انا مطحونه في البيت، يبقى ايه يعني لما اخد حته حاجه حلوه؟ ايه يعني لما اخد حته بسبوسه؟ لا، احنا المفروض ان احنا اولا نهتم بصحتنا، صحتنا ليها حق علينا، ان انا لازم اهتم بغذائي وباكلي بشكل طبيعي بشكل صحي بمواعيد كمان مظبوطه. يعني في ناس بتقعد طول اليوم من غير اكل او معظم يعني كام ساعه من غير اكل، وبعدين تقول انا بحب افطر متاخر، فتلاقيها طبعا شرهه جدا في الاكل وبتاكل حاجات يعني كلها غلط، فبالتالي السكر بيبقى مش مظبوط معاها. طب لو هنقول دلوقتي ايه الادويه الاطعمه اللي مفروض مرضى السكر ياكلوها، لو على مدار اليوم مثلا يصحوا يفطروا ايه، وكمان التوقيت، لان زي ما حضرتك قلتي بقى ممكن حد بيكون بيصحى من النوم الساعه 1 2، او ممكن في ناس بتصحى على فكره بدري، تقولي انا وديت ابني الحضانه وجيت وعملت ونمت شويه وصحيت بقى تاني على الساعه 3 ببدا اكل. طبعا ده كله بتقتل نفسها، بتقتل نفسها. يبقى احنا اهم شيء ننظم وقتنا، وهقول ازاي، واهم حاجه ننظم ونخطط انا باكل ازاي، حاجات مش مكلفه وموجوده في بيتنا. الأهم كمان شرب المية، دي رقم واحد بقى عندي، دايما شرب المية ده منسي، ممكن شوية في الحر بيهتموا بيها، لكن مريض السكر محتاج للمية، لأن المية بتبدأ تخرج السكر الزايد، السكر اللي في الدم الزايد عن طريق البول، بتحفز الكلى إن هي تبدأ تاخد السكر الزايد اللي هو أصلا بيعلى عندي وأنا باخد له الدواء، فبيخرج عن طريق البول. يبقى أنا كده المية دي اللي هي موجودة في بيتنا دي الدواء رقم واحد، ده رقم واحد يعالجني من السكر. طب احتياج جسمي ازاي؟ هعرفه ازاي؟ المفروض ان كل 30 كيلو في جسمي محتاجين لتر ميه، سي انا 60 كيلو عايزه على الاقل 2 لتر ميه، لو انا 90 كيلو على الاقل 3 لتر ميه، يبقى انا بحسب احتياجي من الميه وممكن ازود عن مريض السكر او حتى اي شخص طبيعي، لازم ما يقلش عن انه ياخد لتر ميه لكل 30 كيلو في جسمه. طب لو قلت عن كده السكر هيعلى عندي، لو زادت مفيش مشكله. طب انا اشرب ميه عادي، انا باخد ال 3 لتر بتوعي يا دكتور برضو عادي مفيش مشكله، بس باخدهم في وقت غير منتظم، يعني ممكن اقعد فعلا وقت طويل جدا مش بشرب، وبعدين اخد ازازه ميه اشربها مره واحده ما استفدتش بيها بقيه اليوم. يعني هو كمان توقيت الميه على مدار اليوم مهم، مهم جدا، مهم جدا يا مريم. يعني انا المفروض اول ما اصحى من النوم 2 كوب ميه على الريق،
اولا بيحفز بينشط معايا الكلى انها تبدا تشتغل معايا بقيه اليوم، ثانيا بيحفز الامعاء كمان ما يحصلليش بقى مشاكل تانية زي الامساك وغيره. وبعدين ببدا قبل كل وجبه بحافظ على 2 كوب ميه، بعد الاكل بيبقى فيه كوب تاني. بلس طبعا ما بين الوجبات لو بمعدل كل ساعه يبقى حلو قوي. انا عارفه ان هو بيبقى موجد شويه على مريض السكر لانه بيشتكي من دخول التويليت كتير كل شويه. تاني حاجه، يبقى احنا اول حاجه قلنا الميه دي علاج بسيط وبلاش مش هيكلفنا حاجه. تاني حاجه الخضروات، الخضار. انا عايزه دايما اكلي يكون حاجات خضراء، بس حاجات خضراء ايه؟ طبيعيه ربنا خالقها. يبقى انا دايما عندي الورقيات، دي شيء طبيعي ورئيسي. معظمنا بيكسل، بيكسل يغسلها، بيكسل ياكلها، بيكسل يجيبها، بيكسل يجيبها، مش بيستطعموها. بس الورقيات مهمه جدا لمريض السكر لانها بتقلل المؤشر الجلاسيمي او بتظبط مستوى السكر في الدم.